بس انت تبين التراث العراقي، يعني من أبواب، من بنايات، من جوامع، حتى نسائهم، يعني كانت النساء قديما يلبسون العبي، فأحب أميزهم يعني بهذا الشيء. يعني دائما رسوماتي أوحي، يعني تلاحظين رسوماتي كلها إنه المرأة الشرقية ذات الزي الأسود، يعني العباءة السوداء احنا نسميها بالعراقي. وأيضا أنا ما رسمت فقط البابليات يعني أو البغداديات، أيضا رسمت، بديت أحاول إنه أشوف اللوحاتي اللي موجودة، يعني مثلا قسم بنايات جورجية وقرى جورجية، فاطلعت على هاي الأشياء الموجودة بالبلد، فحبيت أرسمها هاي الألوان المختلفة الموجودة ببنائهم وقراهم، فحبيت أنه أن أرسمها وأبينها يعني قدامي.